أن إحنا المرأة بنعرفها من كثرتها وشين فايدة المرأة اللي ما بتعرف العواسة. أسمعي في البداية زي ما وريتكم بنمسح الصايدة كده بالطايوك وبعد ذاك بنشيل العجين بالكباية وبنكبه بشكل هلال وبنعوسه بالقرقريبة وبعد ذاك بنشيله نحطه في الصينية دي الجنبك دي. يا خالتي ممكن سؤال؟ أسعد حبيبتي. الرقرقيبة دي شنو؟ ما يسيما يا كادي يسيما القرقريبة هندي 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 دي زي الطرقات اللي قصت عليكم قبل. يلا نبدأ 1 2 3 عجنة عجنة ما تحفر كويس عجنة بطي ما ودن بعله بعدين عجنة أقول لك شيء الطين ده بيطلع لك منه البطاطس والطماطم والبامبي والبصل ده كلهن بتملى بهن كريشتك احفر كويس عجنة وبعدين أقول لك شيء تاني الطين ده خلقوك منه وبعد عمر طويل حيدفنوك فوقه احفر كويس. انت عارف يا عبد الحمدان ايه هاي سمدة كم تلتخ بالطين ده ما بيشتغل زي الناس اصبر لي بوريك له هزرها كده بعد ما انتهينا من عواسة الكسرة كده نشوف رأي اللجنة بقيادة سامية. كسرة جميلة جدا جدا ومبشرة كده نذوق الطعم. بسم الله. فطيرة شوية بس. وانت يا ميادة كسرتك وينها؟ صيم خشمي حركتها كده يا بنتي. معليش محتاجة حبة تدريب زيادة. مش كتر خيري قدرت طلعت لكم طرقة شوفي قدي مسوي شو كيف. معليش يا بنتي معليش. شوفوا يا جماعة أولا إحنا ما نعيد نحسب نقول 1 2 3 تتحركوا طوالي واضح الكلام ده؟ 1 قلنا 1 2 3 أها بعد ما علمتكم كيف تعملوا العصيدة أشوف فيكم يا ذل حتعملها أحسن من الثاني. هاي يا سارة ما تشوفي منها. تعرف يا العوض؟ ايوه الطلبه ديل المفروض يجيبوه رحله للريف يتعلموا فيها الزراعه ويتدردحوا شويه كده يعني. والله صدق اللي كلامك الفاضل يا اخوي. الاولاد ديل وبالذات اولاد المدن القنوات دي اثرت فيهم تاثير شديد في كل شيء في لبسهم في مشيهم في كلامهم وزي ما بدخلونا الخدمه الوطنيه مفروض يدون كورسات في الزراعه في الحصاد في التكافل والبنات مفروض يعملوا لهم كورسات في العواسة والطبيخ يعني زي ما يادة وما كدي. شباب بصراحة كده أنا كنت شامل الوضع ده شديد لكن بعد ما طلطاح طبيطين البلد دي حسيت بيني زي نبتة
زي شجرة بتشق الوطن من جديد. ياسر أنا آسف بجد كنت فاهم غلط. حقيقة أنتوا عائلة مؤسسة وفكرة أنكم تجيبونا هنا دي كانت فكرة عبقرية. يس أها رأيك شنو في الجيماتي؟ والله أسمح من حقتي تلميذتك. ما علقتوا على الشاي بتاعي؟ ما عجبكم ولا شنو؟ تسلم الأيادي حبيبتي شاي طاعم كده ما شاء الله. تفضلوا يا أخواني ما تأكلوا. تعرف يا عدلان أول مرة أحس إنه أنا عندي عائلة، أول مرة أحس إنه أنا عندي أسرة، ده كله بسبب مشية الريف دي. المشية دي يا عدلان خلتهم يصلوا الأرحام. أيوة ولدي بقى عنده همة زرع أشجار مثمرة قدام البيت. أيوة والله وميادة بيتي بقت تساعد أمها، بتساعد أمها في شغل البيت كله. والأم ذاتها الأم بقت مرة حقيقية. بس يا عدلان في مشكلة صغيرة. مشكلة؟ مشكلة شنو؟ المشكلة دي داير تكلم سامية مرتك، تكلم بها منى مرتي، خلي تقول لي منى العصيدة ما بيعملوها في العشاء. والف سلام يا عم عدلان.